الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من مدينة كوفنتري البريطانية رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. تحية طيبة سيد رامي، أهلا بك دائما على شاشة الحدث. بداية، كيف يمكن وصف هذه الاحتجاجات من ناحية المشاركة، الوتيرة وأيضا الشعارات المرفوعة؟ نعم، مساء الخير. طبعا اليوم المظاهرة كانت هي الأكبر على الإطلاق. في اليوم السادس كان هناك نحو 4000 متظاهر تجمعوا في ساحة السير، والتي حولت إلى اسم ساحة الكرامة. وفق المتظاهرين الشعارات كانت واضحة بالصوت والصورة، هي لن تعد شعارات المازوت والبنزين والأكل، باتت والطعام عفوا، باتت شعارات إسقاط النظام وشعارات واضحة تطالب برحيل النظام الذي فشل في إدارة الدولة. موضوع بيان مشيئة العقل بأنه إقالة الحكومة ليست صاحبة قرار في سوريا. القرار معروف، هو من رأس النظام السوري، هو الذي يعطي القرارات. ولكن صدى هذه المظاهرة اليوم كان في 36 مدينة وبلدة سورية. طبعا صحيح أن فقط في درعا هناك 8 بلدات ومدن تظاهروا وتضامنا مع سويداء في مناطق سيطرة النظام، ما دون ذلك المناطق التي خرجت في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية كمدينة الرقة، كالطبقة، مناطق سيطرة القوات التركية كعفرين، كالباب، كجرابلس، ومناطق مختلفة، مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام كالأتارك وشيس الشغور، أي أن مناطق مختلفة من التراب السوري تظاهرت اليوم تضامنا مع انتفاضة السويداء التي تسمى الآن انتفاضة السويداء، والتي باتت سياسية ولم تعد يعني ذات مطالب معيشية. باتت أمورها واضحة، تتحدث عن تطبيق القرار 2254، تتحدث عن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وأيضا المفارقة بأنه ضمن مظاهرات السويداء اليوم رفعت شعارات مناهضة للنظام السوري، للائتلاف السوري المعارض ولجماعة الأخوان المسلمين. حتى علم الثورة عندما رفع كرمزية للثورة، ولم يرفع تأييدا للائتلاف أو تأييدا للمعارضة الموجودة في تركيا. الشعارات كانت واضحة، الشعارات قالت للجميع بأن هذه المظاهرة هي مظاهرة لأبناء الشعب السوري. طيب، أيضا كانت السويداء ومناطق مختلفة من سوريا أعلنت العصيان المدني. ما هو مستوى المشاركة في قرار العصيان المدني؟ وهل هناك قدرة اليوم لدى الحكومة للتدخل في النظام الاقتصادي لرفع المعاناة عن السوريين؟ لا، هناك انهيار، يعني انهيار الاقتصاد بشكل واضح. ولكن دعنا نقول بأنه أبناء السويداء وأبناء الساحل وأبناء وسط سوريا ودمشق يعلمون بأن هناك من الفئة الفاسدة يملكون كل شيء، بينما المواطن الموظف السوري العادي لا يملك شيء. يعني لو أرادت الحكومة، لو أراد النظام أن يؤمن يعني أقله أبسط مقومات الحياة لأمنها، ولكن أن تقوم برفع الأسعار وإنهيار كامل للعملة السورية وأيضا ارتفاع في الفقود، وأنت هذا يدل بأنك غير قادر على إدارة هذه الدولة. يعني الرد بالرغم من زيادة المعاشات بنسبة 100% سيد رامي، يا سيدي كان الدولار ب5000، كان راتب الموظف 100000، الآن الدولار ب15000، أصبح راتب الموظف 200000، أي أن راتب الموظف انخفض ولم يرتفع، والأسعار بينما الأسعار ارتفعت إلى أسعار خيالية. المواطن السوري يعني حتى من يخرجون من دمشق يعلمون مثل ما أعلم أنا، المواطن السوري غير قادر على تأمين لقمة العيش. ولكن الأمر تحول من مطالب الجوع إلى مطالب الكرامة والحرية ومطالب سياسية، لم يعد الأمر مقتصر على المطالب المعيشية اليومية. لكن المضحك بأن النظام أخرج التصفيرات بالسيارات في طرطوس ومناطق أخرى على أساس أنه لا يوجد بنزين. كيف خرجت مئات السيارات وأيد النظام السوري؟ طيب، يعني هذه النقطة كنا نريد نتحدث عنها، الموضوع رد الفعل، طريقة التعاطي من القوات الأمنية، هل يمكن مقارنتها قبل عقد من الزمن على الإطلاق قوات أمنية غير قادرة على قمع المتظاهرين. حتى عندما خرج مواطن من مدينة بانياس من أبناء الطائفة العلوية ندد ببشار الأسد وزوجته، لم يقوموا باعتقاله لأنه يعلمون بأنه مطالبه محقة. وقوات الأمن من غير سراقيل أموال راتبهم لا يكفي اليوم أو يومين، وحتى ضباط، أنا كنت أتحدث مع ضباط في الجيش، قال يا أخي أنا كيف سأدافع عن الجبهات، وبالنهاية لا أستطيع تأمين قوت يوم عائلتي، لا أستطيع تأمين الطعام لأسرتي. لذلك أقول اليوم النظام في مأزق كبير. وهنا نقول وبصراحة وبعبارة واحدة، لو استمع بشار
للدول العربية لكل كان الأمر مختلف الآن، لكانت الدنيا اختلفت بشكل كبير جدا، وكنا بدأنا بمرحلة حقيقية في سوريا من أجل إعادة إعمار سوريا، من أجل إعادة سوريا إلى بلد ديمقراطي وانتقال سياسي ثلاث السلطة. كل الشكر لك سيد رامي، كان معي من كوفنتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان.